النهارده ان شاء الله هناخد اخر موضوع في موضوعات السترينث. هنتكلم على نوع ثاني من انواع السترينث اللي هو الليف اسيرنس او الليف ليف اسيرنس. المرتين اللي فاتوا اخذنا بالتفصيل موضوع الهيليكال، خلاص النهارده ان شاء الله هنركز على موضوع الليف اسيرنس. ده بيقابلكم كتير في حياتنا العمليه، ممكن تشوفوا يعني ايه، تبقى فاهم تبني تصميمه ازاي، بيتكون ازاي وهكذا. طيب الليف سبرنج يا شباب ده شكله في الواقع حاجه زي كده اهو، ده موديل ليه خلاص، بيبقى ممسوك من هنا ومن هنا في بنين خلاص، والحمل بتاعه بيجي كده بيحمل على دول فبيجي كده معاك، فبعد ما تضغط عليه اللي بيحصل الكيرفتشر ده بيقل معاك، الطول ده بيقل معاك، فده السبرنج افكت بتاعه. ان انت عندك حاجه مقوسه كل ما بتضغط عليها كل ما بتعمل ايه؟ بتشيل اللود معاك، بتفضح اكتر. اقصى حاجه تقدر تستحملها وبعدها يحصل فيلير للليف سبرنج ده لما يكون اول لاير دي كومبليتلي فلات او يعني ستريت خلاص؟ طول ما هي فيها كيرفتشر كده تقدر تشيل معاك اللود تاني. لكن لو انت حملت حمل زياده عن اللزوم او زياده عن قدره تحملها هيحصل لها فيلير على طول. تمام؟ طيب الحاجات دي بقى بتتحسب ازاي او الستريسز اللي عليها كام؟ او يعني مثلا انا لو معايا عربيه فحم بتشيل اسمنت وحديد وكده، لو حد فيكم شاف بيلاقي حاجه زي كده بتبقى ليرز كتير قوي والتخانه بتاعتها تقريبا تكاد سنتي تكون سنتي او اكتر يعني. يعني معاك تشمل تكون قد كده عشان يقدر يشيل ايه؟ يشيل الحمال دي. هنتعلم النهارده برضو ان شاء الله ايه الفكره؟ ايه الفكره؟ ان هو عملهم لايرز فوق بعض. ايه وظيفه اليو كولرز دول؟ وظيفتهم بيعملوا ايه؟ المسمار ده وظيفته ايه؟ طبعا من ناحيه الكونستراكشن هو سهل يعني. الحاجه الثانيه بقى ان هو بيجي هنا بيعملهم شكل ايه؟ زي ما انت شايف هنا مثلث كده. خلاص؟ برضو ليه؟ ايه الهدف؟ ليه اللي بيعملوا كده؟ يعني هندردش مع بعض في الموضوع ده ان شاء الله. طيب هنبدا بقى فكره عمل او فكره التصميم بتاع الليف سبرنج. الليف سبرنج بدا بس معاك حاجه زي كده، ما هو الا كانتليفر بيه. عمود اهو، بس هو جاب لك كانتليفر. اعتبر العمود ده كانه مقسوم من هنا. مقسوم، خد نص بس، وعليه حمل. فالحمل ده بيعمل ايه على ده؟ بيعمل بيندنج ستريس. سيجما بتساوي ام واي على اي. ام واي على اي زي ما انتم عارفين المفروض. من الشكل الموجود قدام حضرتك ده المومنت يساوي ايه؟ الفورس في ذراع العزل. يبقى المومنت يساوي دبليو في ال اللي هو ايه؟ الويت مضروب في اللينس بتاعك. طيب ومعانا هنا التي اللي هي السكنس اللي هو الارتفاع ده السكنس، وبي اللي هو العرض، يعني الريت بتاع حضرتك عامل كده بس. هو بدأ بس معاك بايه؟ بيرجع لك على موضوع البندنج ستريس اللي مأثر على لو انت عندك كانتليفر زي ده، لان ده الاساس بتاع التصميم، الاساس ان انك عندك بيم في صوره كانتليفر عليه لود دبليو وعايز يجيب الستريس اللي عليه. فقال لك ان السلوك ده تي، العرض ده بي، وده اللي هو ايه؟ ال ال بتاعنا. خلاص؟ كلنا عارفين يا شباب ان سيجما هتساوي ام واي على اي. في ناس تانية بتسميهم كده، بتسميها ام على زد، بحيث ان زد دي تساوي كام يا شباب؟ اي على واي. اي على واي مش هتفرق معاك كتير. ام واي على اي، المومنت اللي هو كام؟ دبليو في ال، والواي تي على الاثنين، والاي بي في تي تكعيب على شويه اختصارات من دول وصل في الاخر ليه ان السيجما بتساوي كام يا شباب؟ 6. اذا سيجما هتساوي 6 دبليو مضروبه في كام؟ في ال على بي تي تربيع. ده القانون في حاله ايه؟ يعني هو ما اختلفش، يعني مش محتاج تحفظ دي. ممكن من هنا ام واي على اي وخلاص.
طيب نفس الكلام برضو كمراجعة لحضرتك، يعني قال لك ايه الديفليكشن بتاعنا سواء كان دلتا بي في ان تكعيب على دلتا بي اي، وبرضو اختصرها لحد ما وصل ان الدلتا بتساوي 4 دبليو ال تكعيب على اي في بي تي سكوير او تي تكعيب. بدول هما يا شباب القانونين في حاله لما يكون عندك كانتليفر هتشتغل، عايز الاستريس ادي قيمه الاجهاد، عايز قيمه الديفليكشن ادي قيمه الديفليكشن بتاعك. دي اول حاجه عندنا. تاني موضوع اللي هما دول احطهم لك مع بعض. قال لك لو انا عايز ادخل الدلتا مع مين؟ مع سيجما. انت عندك هنا الدلتا بتساوي كام؟ لسه قايلينها دبليو اللي تكعيب على 3 اي ار اللي هي 4 دبليو اللي تكعيب على اي بي تي تكعيب. طيب راح واخد دبليو ان، دبليو ان اهي من دول بقى كام معايا؟ ان تربيع وخد منها كام؟ وهنا عندك بي تي تربيع، هنا كام؟ بي تي تكعيب، يبقى بقى كام؟ تي. فاحنا هنا قال لك 3 اي في تي، ده اللي هو لا مضروبه في السجن، يعني هو كده ربط الاثنين مع بعض، ربط قيمه الديفليكشن مع الاستريس، قيمه الاجهاد مع ايه؟ مع قيمه الديفليكشن. لما يكون عندك كانتليفر بيم زي ده شباب. ماشي. تاني حاجة بقى. وده كده ما قال لك لو البيم عندي سيمبل سبورتد بيم. سيمبل سبورتد بيم يعني ممسوك من الطرفين. ممسوك من الطرفين. ايه اللي هيحصل معاك؟ بس هنا بقى عشان يحاول يخلي لك الرموز كلها متشابهة، قال لك ايه؟ أنا هفرض إن الطول بتاع ده 2 ال. يبقى ايه؟ ضعف اللي فات ده. ضعف اللي فات ده ال، ده خلاه كام؟ خلاه 2 ال، وسماه ال 1، وده دبليو 1 اللي 2 دبليو، ونفس الدي ونفس البي. طبعا كلنا عارفين سيجما تساوي برضه ايه؟ ام في واي على اي، كل اللي هبقى تعويض بس شال بس هنا المره دي هتبقى ال 1 ودبليو 1. ال 1 ودبليو 1، وجاب برضه الدلتا من هنا، وراح ايه؟ وراح مدخلهم مع بعض في العلاقه اللي موجوده معايا دي. طيب قبل دي كده ده كده الدلتا، ودي اللي هي يا شباب نفس القانون تقريبا بالظبط معاك. بشرط ان الحمل اللي موجود دبليو 1 ده يبقى كام؟ 2 دبليو. 2 دبليو. كانوا عايز يقول لك ايه؟ ان السمبل سبورتد بيم، السمبل سبورتد بيم والكانتليفر اللي هو ده نفس القانون، نفس القانون هتاخده بشرط تاخد نص اللود بس. يعني هو نفس القوانين، نفس القانون ده ونفس القانون ده، هو هو. بس لما يبقى سمبل سبورتد بيم، سمبل سبورتد بيم خد نص اللود وخد نص ايه؟ الالف. يبقى نفس القانون مظبوط. واضح؟ يبقى ده هو ايه؟ الاستريس والديفليكشن في الحاله دي. الكانتليفر بيم والسمبل سبورتد بيم. بعد كده قال لك ايه؟ قال لك هنخش بقى في موضوع ان هو يعملهم ان ستريبس شرايح. عشان يعملهم شرايح هو كده كل ما بيزود الشرايح ديت كل ما الريزيستنس بتاعته بتزيد، قدره تحمله للاحمال بتزيد معاه، فهو ده الهدف من حته ايه؟ الشرايح ديت. نفس السيكنس اللي هو تي، نفس السيكنس اللي هو يعني حط دي تي وتي وتي حطهم فوق بعض كده، الشرايح فوق بعضها. يبقى معنى كده انت بتعمل ايه؟ هو عايز يقول لك ايه هنا؟ ان نفس القانون بس الانزويت فين؟ ما خلي بالك لما تيجي تعوض الهندسه هتبقى عندك الارتفاع بدل ما كان تي هيبقى كام؟ ان تي، ان تي. اذا كل ما بزود الارتفاع كل ما قيمه الاجهاد مالها؟ بتقل. قيمه الاجهاد بتقل وقيمه الديفليكشن برضه مالها؟ يمكن هنا الديفليكشن بتاعك يعني هو هو نفس الاستريس ده اهو برضه قلت بمقدار ال ان بتاعك. اذا كل ما بزود عدد اللايرز الموجوده معايا ديت انا بقلل قيمه الاجهاد، ده رقم واحد، ورقم اثنين برضه بقلل قيمة الديفليكشن اللي بيحصل معايا. مش هي الـ N مع تي تحت التكعيب؟ تمام، بس هو ده اللي هو الصيغة المختصرة ليه. يعني هو عوض هنا M W في N، المفروض هنا N تي N تي على 2، وهنا تبقى كام؟ B في N تكعيب في تي تي تكعيب. واختصر الـ N اللي فوق مع الـ N هنا تبقى إيه؟ هو ان تربيع قصدك؟ ايوه. هو قصده ليه ما بيتش ان تربيع؟ نعم؟ ان تربيع قصدك لو احنا حبينا نعوض هنا يعني. فروم اباف وي سي ذا سبرينج
ويز لينس طيب هو هنا يعني هو عمل ايه؟ كانه عملهم ليرز من بعض فعايز يقول لك بس ان قيمه الاجهاد كل واحده بتشيل جزء من الحمل ده يعني كل ستريبس فوق الثانيه فوق الثالثه فوق الرابعه عمليه دي بتشيل جزء من الاسترس جزء من الاسترس جزء من الاسترس مجموعين كلهم بيساوي الاسترس الكلي يعني هو ما دخلهاش من الحسابات من الاول عشان مش سوليد بار يعني مش زي مثلا الكاميرا اللي فوق منك دي عشان يجيب الاي ما قالش بي في حته حاجه على 12 وخد الكل كله لا عملهم ستريبس يعني قسم المقام على الان بس عشان ايه يقول لك ان ده هيشيل جزء وده هيشيل جزء وده هيشيل جزء خلاص دي تاني حاجه او تاني مدخل بيمهدك لمين للتصميم بتاع الديفيس برينجر طيب هو كده المفروض دي القوانين بتاعتك تعالى بقى نشوف الاكزامبل اللي موجود معانا ده دكتور هو شرط يكون نفس السمك طيب في الليل هو هنا عامل نفس السمك بس هو اصلا اكشوالي كل اللي موجود نفس السمك مش المفروض اول واحده من فوق هي تبقى اكبر سمك عشان بتشيل مثلا كلهم نفس السمك في الغالب كلهم نفس السمك من ناحيه حتى التصنيع بتبقى اسهل تمام ولو هي فيهم واحده اكبر من الثانيه بيبقى برضه الفرق بسيط قوي يعني بس معمول الاعتبارات الثانيه لكن هنا في حسابات لا عاملين كلهم نفس السمك تعال شوف الاكزامبل ده بيقول لك ديزاين ليف سبرينج فور ذا فولوينج سبيسيفيكيشن صمم ليف سبرينج زي دي عشان تقدر تتحمل الحاجات اللي موجوده معانا دي. الحمل الكل اللي تقدر تشيله 140 كيلو نيوتن. النمبر اوف سبرينج سبورتنج ذا لود 4 يعني ايه؟ يعني انا عندي 4 عربيه مثلا متشال على 4 ايه؟ على 4 من السبرينجز دول. الماكسيمم نمبر اوف ليفز 10 عدد الليفز دول 10 1 2 3 4 11. السبان اوف ذا سبرينج مسافه من هنا لهنا كام؟ البرمسة والديفليكشن 80 ملم اقصى اجهاد ممكن تقول عفوا اقصى ديفليكشن 80 ملم على 8 سم 8 سم وخد اللي انا اسمه درس بكذا والالاوبل ستريس ان سبرينج ماتيريال 600 ميجا باسكال طيب ده كده يا شباب على طول يبقى ده شغال كان كليفر ولا شغال سمبل سبورتد بيم سمبل سبورتد بيم طيب انا دلوقتي عندي اربعه يبقى اللود الكلي على كل واحده بكام؟ يبقى اللود ده هيتوزع اقسمه على كام؟ على اربعه على اربعه وبعدين كده انا جبت نصيب مين؟ السبرينج الواحده طيب عشان استخدم نفس القوانين كنا بنعمل ايه في الدبليو سي لما قلت لك سمبل سبورتد بيم بقسمها هي كمان على ايه؟ على الاثنين يبقى انت عندك هنا 140 على الاربعه ده الاثنين دبليو يبقى الدبليو الواحده بكام يا شباب؟ 17500 نيوتن ده كده الدبليو اللي انا هستخدمه في القوانين بتاعتي. اللي انا هستخدمه ده القانون يا شباب اللي احنا قلنا عليه من شويه اللي هو ده لسه واخدينه على طول اهو اللي هو ده 6 دبليو في ال على ان بي تي سكوير خلاص؟ طب هنا 606 دبليو ال على ان بي تي سكوير. طب احنا عشان نصمم محتاجين ايه؟ محتاجين حضرتك ال ان والبي والتي ال ان عندنا ب 10 البي كام؟ ما ادهاش لينا والتي برضه ما المهم اختصر دول كده جاب ال ان بي تي سكوير بالرقم ده بالرقم ده وبعدين هيجيب ال ان بي تي سكوير بطريقه ثانيه بطريقه الديفليكشن القانون بتاع الديفليكشن هو ده اللي هو ده معاك ان بي تي سكوير او تي تكعيبه شوف لازم نجيب القيمه دي ويقسمهم على بعض عشان يجيب حاجه يعني حل المعادلتين مع بعض بص يا شباب عمل ايه؟ ادي ده المعادله الثانيه يبقى احنا عندنا كام؟ 80 هتساوي 6 دبليو ال تكعيب ده القانون بتاع مين؟ بتاع الديفليكشن خلاص؟ جاب منه ايه؟ ال ان بي تي تكعيب بتساوي كذا ده اللي هو جابه اللي جابها معاك دي هيقسم الاثنين على بعض هسيبهم على بعض هنا تي تكعيب وهنا تي وال ان بي راحت مع ال ان بي راحوا مع بعض الدائره معاك كام هنا تي تقريبا ب 10 ملم يبقى السمك بتاع الليف ديت بكام سنتي؟ سنتي تقريبا اللي هو هيستخدمه وعنده كام واحده منهم؟ 10 طيب العرض بتاعه يجيبه ازاي؟ راح معوض فين؟ في الايكويشن رقم واحد الهيلي من هنا هو عنده ال ان ب 10 وعنده تي خلاص كام؟ هيقدر يجيب مين؟ يجيب البي طب ما هو معاه معادلتين يقدر يجيب منها البي مش معاه المعادله دي ومعاه المعادله الثانيه بتاعت الديفليكشن فمره هيجيبها من دي ومره هيجيبها من دي وياخد الاكبر
واضح؟ هو ده اللي عامله هنا، يبقى دي جابها من هنا 87.5 وهنا جابها من فين؟ 82. عوض في التو كويشنز معاك هما يا باشمهندس، دي بتاعت الاستريس ودي بتاعت الديفليكشن، وخد الاكبر وخدها رقم صحيح يعني 87.5 يعني تقريبا 8 سنتي 7 من 10، فهو قال لك ايه؟ خليها كام؟ 9 سنتي، والعرض بتاعنا ده والعرض بتاعنا ده كام؟ 9 سنتي تقريبا نفس الكلام، تقريبا يعني قريبة من كده. واضح؟ في البداية بداية المسألة بص يا هندسة، انت عندك سي مثلا دي عربية، لا ده كل عجلة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا فيها واحدة زي دي، خلاص؟ ادي واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة ورا وواحدة الناحية التانية. الراجل بيقول لك الحمل الكلي بتاع العربية دي بكام؟ 140 كيلو متر. يبقى نصيب كل واحدة من دول كام؟ 140 على 4، دي أول حاجة. طيب لما جينا نحسب احنا السمبل سبورتد بيم، قلت لك ايه؟ هسمي اللود اللي موجود دبليو 1، وقلت لك ان دبليو 1 بيساوي كام؟ 2 دبليو، يبقى دبليو بكام؟ عباره عن نصيب الربع ده على الاثنين. ولا تاني؟ واضح؟ تمام يا شباب؟ هنا الان جزء اعتقد يعني مش حاجه صعبه ان شاء الله. طيب بيجي بقى كده، ده يعني بس كخلاصه يعني في الكتاب ده. قال لك بيجي يعمل ايه بقى؟ قال لك هو دلوقتي في حاجه معانا ثانيه يا شباب خلي بالكم منها. هو انا لما اجي احمل الحمل من هنا، حمل من هنا، اللود بتاعي، اللود بتاعي كل ما بتمشي لجوه كل ما الاسترس ماله بيزيد، صح؟ فمن مبدا توفير الماتيريال قال لك بعمل ايه؟ قال لك انسب حاجه دي، انسب حاجه دي وتكون بنفس الفانكشن كانك تعملها 1 بليت على شكل مثلث. نقول لك تاني 1 بليت على شكل مثلث، يعني مثلا نفس الحمل ده انا هجيب مثلث كده اهو كده بالشكل ده، وبعدين ويبدا بقى يقسمه ياخد الشريحه في النص دي بالنص، يعني هو بيقصص كده اهو بيقصصه بحيث ان دي ودي يعملهم مع بعض، دي ودي مع بعض، دي ودي مع بعض، واللي في النص تفضل زي ما هي. ده اللي هو بيعمله. ليه شكل المثلث زي ما قلت لك؟ شكل المثلث يا باشمهندس عشان الكتب دي ما عليهاش اي ستريس. انت لو بترسم البندنج مومنت دياجرام يطلع ايه؟ مثلث كده. مثلث من تحت. قيمه البندنج ستريس او البندنج مومنت بيساوي زيرو فين؟ عند الطرف هنا. لو انت هترسم البندنج مومنت دياجرام كانت ليفر بيم اقصى جهاز موجود فين او اقصى مومنت موجود هنا، كل ما تمشي كده ال بتاعتك بكام؟ ال دبليو بال بتقل بتقل لحد ما تيجي هنا تبقى بكام؟ بزيرو. اذا انا عندي النقطه دي الاجهاد عندي بزيرو. فبناء عليه من مبدا توفير الماتيريال اذا انا ممكن اعملها على شكل ايه؟ شكل مثلث. فده اللي هو عمله هنا، فقال لك ان انا لو جيت رحت مخلي بص هنا ان بي يعني عمل ايه؟ كانه مسك الشريحه الاولانيه دي والشريحه الثانيه والشريحه الثالثه والشريحه الرابعه وحطوهم جنب بعض وحطوهم جنب بعض، فقال لك المفروض ان يكونوا لك شكل مثلث، يكونوا لك شكل مثلث لان هم اللي شايلين الحمل كله، وهنا الاسترس زيرو، كل ما بتخش لجوه كل ما الاسترس ايه؟ بيزيد، علاقه خطيه كانه مثلث، كانه مثلث معايا. وبعدين فقال لك الشريحه الاولانيه اهي، الشريحه الثانيه دي مع دي كانوا لازقهم مع بعض، الشريحه الثالثه دي مع دي كانوا لازقهم مع بعض، اللي هو انت لو حطيتهم فوق بعض هيطلعوا لك بالشكل ده. يبقى كل شريحه ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه، كل شريحه دي اكبر واحده فيهم اخرها مثلث، اللي هو ايه؟ لو انت مسكت دي اهي في النص اهي اللي تحتيها حط نصها من هنا ونصها من هنا، اللي بعديها نصها من هنا ونصها من هنا وهكذا، هتلاقي نفسك كونت الشكل المثلث. واضحة الفكرة؟ نقولها تاني، نقولها تاني. الراجل بيقول لك ايه هنا يا باشمهندس؟ ادي الشكل بتاعك اهو. وادي اللي هو ايه؟ النقطة اللي بيبقى عندها أقصى إجهاد. اللي هو دي الحتة دي، دي عندها أقصى إجهاد. كل ما بتمشي كده كل ما قيمة الإجهاد بتقل، لحد ما توصل زيرو هنا. اللي هو أنا لو جيت بس البندنج دياجرام، البندنج مومنت دياجرام اللي احنا فاكرين
وهنا دبليو وهنا ال. طب بص ليه جاي كده وانت فاكر يعني ده البندنج مومنت دايجرام بتاع الشكل ده. طيب قال لك الشكل ده من ديزاين كونسيدريشن بتاعتنا ان انا كل ما هنا زيرو كل ما بمشي كده قيمه الايه المومنت بيزيد، قيمه المومنت بتزيد وبناء عليه وانا عندي سيجما بتساوي كام؟ ام واي على الاي. الواي والاي ما بتغيروش، الواي والاي تقريبا ما بتغيروش معاك، الايفكت بتاع كله جاي من فين؟ من المومنت. اذا انا عايز توفيرا للماتيريال كانك انت عملت ايه؟ جبت شيت، جبت شيت على شكل مثلث اهو ده الشكل بتاعك. وبعدين عملنا ايه؟ جينا بالمقص او بالصاروخ رحنا قطعناها الحته دي. دي اول شريحه اللي هي من فوق. وبعدين عرضها بي، نفس العرض هو هو بي. وبعدين هاخد من هنا نص بي ومن هنا نص بي. واخد الشريحه دي والشريحه دي. دي ودي. وكاني لزقتهم في بعض، وكاني يا شباب لزقتهم في بعض. ده تمثيل يعني، لكن في الواقع ما بيحصلش كده. في الواقع انت بتقطعها على طول كده يعني بتاخد من كذا شيء، ما بتجيبش واحده وبتلزقها في الثانيه. بس هو بيقول تمثيلا ليه. بعدين خد ايه من هنا؟ نص دي تاني. دي اهو خد دي وهنا نص دي. يبقى كان دي واحد ودي اثنين، اثنين ثلاثه وثلاثه. كل واحده من دول لزقها في بعض هتبص تلاقيها ايه؟ دي اطول واحده، دي اقصر، دي اقصر وهكذا. وده السبب ان انت عندك واحده بتبقى فول لينس اهو. برضه تسال نفسك ليه دي اطول واحده؟ وكل ما بتنزل لتحت تلاقي عندك ايه؟ بيقل 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 بيقل. ليه بيقل؟ ليه كلهم مش نفس الطول؟ يبقى هما بيقلوا عشان الشكل ده. دي حاجه، الحاجه الثانيه ليه اعملها مثلث من هنا؟ ليه اعملها مثلث اهو؟ شكل موجود ده حتى الشطه دي. فهمنا يا شباب ليه ده جاي؟ ده الفكره بتاعته جت من فين؟ من الطريقه اللي موجوده قدامنا. لما يجي يحطهم في بعض هتلاقي البلان ظهر معاك بالشكل ده. اقصر واحده بتكون من تحت، كل ما بتطلع لفوق بتطول معاك. بالمناسبه طريقه تركيب الليف سبرينج ممكن تركب كده وممكن تركب كده. يعني في عربيات لو انت خدت بالك وبالذات عربيات النقل الثقيله دي بيبقى باين كده بعينك، ممكن تاخد بالك وتشوفها. في عربيات تبقى كده وفي عربيات تبقى كده. ده الشكل اهو، ده الهاف اوف سير، الهاف اوف سير اللي هم دول، ده مع ده، ده مع ده، وهكذا على حسب ايه؟ العدد بتاعه. طيب اذا احنا عندنا الاقوال نفسها مختلفه، الاقوال نفسها مالها مختلفه. فبناء عليه هيبقى بقى يعني احنا خلي بالكم اللي فات ده كله، ده السلايد دي الخلاصه، السلايد دي الخلاصه. في حاله ايه؟ بفرض بفرض ان جميع الشرائح بتاعت الليف سبرينج ليها نفس الطول، ليها ايه؟ نفس الطول. هل هذا محقق؟ لا. اللي بيحصل ان الطول ايه؟ جراديوال بيقل معاك مع الوقت، او مع كل ما تنزل تحت بيقل معاك الطول. وفي شكل مثلث، فهو الراجل بيبدا من هنا معاك يبدا سيناريو جديد بقى. يعني هو بس بياخد الموضوع واحده واحده معاك. بيجي هنا من اول هنا بيبدا يصمم معاك الليف سبرينج على اساس الشكل الجديد ده. امال ايه القوانين اللي فاتت دي يا دكتور؟ القوانين اللي فاتت في حاله ان الشرائح كلها زي ما قلت لك مالها واحده، يعني نفس ولا ستريت، اولا ستريت وكلهم ليهم نفس ايه؟ نفس الطول. طيب في حاله الشكل ده والنهايه بتاعته المثلثه زي ما احنا قلنا كده، هنشتغل بالقوانين اللي احنا هنقول عليها دلوقتي. الراجل بدا هنا القوانين بتاعتك دي ان هو قسم الليف سبرينج ليه حاجتين، حاجه سماها سيجما، او عايز اقول لك كده ان انا في حاجه بسموها الفول لينس وفي الجرادو او الجرادو يعني اللي هو بالتدريج يعني. قال لك ان الاستريس اللي موجود على الفول لاير اللي هو ده، ان اول شريحه دي هي من فوق دي، لو انت هتاخد بالك يا باشمهندس دي اكبر واحده فيهم، اكبر واحده فيهم وما فيهاش الشكل المثلث ده. فقال لك دي بتشيل تقريبا واحد ونص من اللي هو ايه؟ من الجرادول. خلاص بتشيل واحد ونص ثلاثة على الاثنين.
في المثال اللي موجود قدامكم او الموديل ده هي واحده بس، هي واحده بس عادله. في بعض الامثله ممكن يكون اثنين او ثلاثه، ولكن عددهم لازم يكون اقل من العدد ده قدام الجراديوال اللي هو الجراديوال. خلاص، فهنا سماه ايه؟ يبقى القانون بتاع السيجما دي قدام شويه بيساوي ايه؟ 6 دبليو في ال على ان بي تيتا تيتا بي اهو، نفس القانون، وده نفس القانون اهو يا شباب، ولكن هنا ايه؟ دي ان غير ان. هنا خد ال ان بتاعت مين؟ بتاعت الفول لايرز اللي هو الشريحه اللي من فوق دي بس، هنا في المثال بتاعنا ده. دي هنا ان اف بكام؟ واحد. في المثال ده واحد. طب وان اللي هي جرادويتد كام دول؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، يبقى دول كام؟ سته معانا. يبقى ال ان دي في المثال اللي انا ماسكه في ايدي ده سته، اما دي بكام؟ واحد. على حسب المثال، ممكن يبقى ده اثنين، ممكن دول يبقوا اثنين، على حسب النظام او المود اللي احنا شغالين عليه. هيبقى بقى يستنتج في شويه علاقات. ده كله استنتاج مش هيهمنا في حاجه. انا اللي انا عايزه منك ايه؟ هي السلايد دي. اللي انا عايزك تعرفه هي السلايد دي. هو بس كل اللي فات ده بس شويه ايه؟ الجبرك يعني، بس معادله في معادله بيعوض بيديه يزود عليها واحد ينقص مش عارف ايه الكلام ده كله. خلاص الكلام اهو موجود قدامك. ايه هو ده؟ سيجما اف هو نفس القانون اصلا، هو كام؟ 6 دبليو اف اف ال على ان اف بي دي تربيع. كل العامل اللي هو حاطط لك مين هنا؟ ان اف اللي هو عدد مين؟ عدد الليرز الفل اللي هي ما فيهاش ايه؟ الشكل المثلث ده اللي هو الليرز الكبيره. وقال لك بدلاله ممكن هو نفس القانون ده تعوض عنه في القانون ده اللي هو كام؟ 18 دبليو بقى في الحمل الكلي اللي موجود. ما هو خلي بالك اللود اللي انا ابلايد بيه، احنا قلنا ده كده سمبل سبورتد بيم، اللود اللي عليه كام؟ دبليو واحد اللي هو يساوي كام؟ 2 دبليو. 2 دبليو تمام؟ 2 دبليو. طيب فالراجل هنا قال لك ايه؟ قال لك كل لير من دول بتشيل لود غير الثاني، فسمى لك اللود اللي بتشيله اللايرز الفول دي سماه لك ايه؟ دبليو اف. سماه لك دبليو اف. في الغالب انا ما اعرفوش، في الغالب ما بعرفش اطلعه. فالراجل عشان يبسطها عليه ويخلي القانون صيغه عامه ده الاسهل. يبقى اذا في حاله الليب سبرينج اللي موجوده قدامنا دي، لو حضرتك عايز تجيب الاستريس على اول تو لايرز هتشغل بالقانون ده 18 دبليو في ال على تي تربيع في 2 ان جي زائد 3 ان اف. ولو عايز سيجما على الجرادويتد اللي هو ايه؟ 12 دبليو في ال على بي تي تربيع في 2 ان جي، اللي هو انت لو قسمتهم على بعض هتطلع لك ايه في الاخر؟ 18 على 12 اللي هم 3 على 2. اللي هم 3 على 2. يعني انت ممكن حضرتك تجيب واحده وتضرب الناتج بتاعك ايه؟ في 1 ونص اللي هو 3 على 2. كده جبت الاثنين بتوعك. والديفليكشن برضه بنفس الطريقه، اه ده القانون بتاعك. دول الثري لود اللي احنا هنستخدمهم في حل المسائل بتاعتنا. طيب يبقى احنا كده خدنا لما يكون شرايح فوق بعضها وليها نفس الطول نفس القانون ده، ولكن ان من غير اي حاجه كلهم نفس الحاجه، فانك تبقى كلها تاخدها معاك في الاعتبار. لما يكون ليف سبرنج زي الموجوده دي وفي اختلاف في الاقوال بتشتغل بالقوانين دي. الليرز اللي فوق عليها ستريس والليرز اللي تحت عليها ستريس، ادي قيمه دي وادي قيمه دي، وقلنا الفرق ما بينهم او النسبه ما بينهم 1.5. بعد كده ده ديفليكشن لو انت عايز تحسبه. يبقى كده ايه؟ خلاصه الليف سبرينج ستريسز والديفليكشن بتاعها. خش على اللي بعده الكونستراكشن. الكونستراكشن تحت بترسم ازاي؟ عشان حضرتك ترسمه لازم في شويه حاجات كده تكون عارف. أول حاجة هنا في، تعالوا ناخدها واحدة واحدة مع بعض، موضوع بسيط. في حاجة اسمها سنتر بولت. دول شوية شرايح فوق بعض. لازم في حاجة تمسكهم مع بعض. اللي هو المسمار ده شغال. موجود قدامك. ده اسمه إيه؟ سنتر بولت. اللي ماسكهم مع بعض. ماسكهم مع بعض. بعد كده عندك هنا في ريباوند كليب اللي هو يو شيب اللي هو الموجود هنا. هو يعني ده يو كليبس اللي هم دول اللي مش موجودين هنا دول، أو اللي هم زي دول. بص ده كده إيه؟ حرف يو موجود معاك هندسه، حرف يو هنا وحرف يو هنا. طبعا لما يبقى اطول من كده بيستخدم واحده ثانيه من هنا.
عشان تمسكه، بس لما يبقى قصير بيستخدم اثنين بس زي المسدس. تمام شباب؟ اللي اعرف المصطلحات دي. اللي فوق دي، اللي فوق دي اسمها ايه؟ اللي فيها الاي او السبرينج اي، ده اللي بتتربط فيهم الشاسيه، بتربطه في الشاسيه بتاع العربيه بتاعك. بيسموهم ايه؟ سبرينج اي الحته دي. والاول واحده دي بيسموها المين او المين ليف، هي اللير الاساسيه بتاعتك. لو تاخد بالك يا هندسه ان اللي تحت منها مالها؟ تعتبر اف ولا جي؟ تبع الاف ولا تبع الجي؟ تبع الاف. ليه؟ لا نفس الطول، نفس الطول، مش اي حاجه، والشكل بتاعها مش مثلث، هما الاثنين دول. يبقى هنا عندي الان، الان اف بكام؟ 2. اللي بعد كلهم 1 2 3 4 تقريبا، دول كلهم بيبقوا ايه؟ واخدين التب المثلثه اللي هو زي موجود معاك اهو. بس انا يعني صناعيا ما بعملهاش مثلثه شارب وكده، ممكن اعملها ايه؟ راوند شيب، او يعملها زي كده. يبقى يعني في حته مفضحه كده. تمام يا شباب؟ بالمناسبه عايزين نشكر زميلكم، يعني واحد عملها منكم السنه اللي فاتت في الديزاين، يعني هو اللي معاه ورشه بره، وهو اللي عمل لنا النموذج ده. هو صيغ في الديزاين بس يعني. من لو نجح كان عامل ايه؟ خلاص شباب، وعلى دلتاية بيعمل كيرفيتشر. للأسف كل الشغل فيها شباب بره شغل يدوي، كل ده شغال شغل يدوي. أي حد عند منطقة الأربعين وغرب البلد والكلام ده، عند الورع، مش الأربعين يا ربي، اللي هو عند فين؟ عند جسر بالظبط. المنطقة اللي هناك كلها نهج تقيل، كلها هي اللي شغالة في الحاجات دي. هتلاقي هناك عبارة عن إيه؟ بنايات ومكابس وكده ومرزبات ونجيها معانا. المهم خلي بالك، البعد ده مهم جدا يا باشمهندس، البعد ده مهم جدا. هو ده اللي على اساسه انت بتعمل ايه؟ بتصمم، او هو ده، هو ده اللي بيشيل لك اللود. قلت لك اسمه ايه هنا؟ اسمه ايه؟ كامبر او كامبر. الكامبر ده اللي هو ايه؟ الديفليكشن، اللي هو يعتبر من هنا. لو انا عايز اعمله كده، لو ده، لو انا عملت خط من هنا، هو المسافه دي. هو ده السبرينج افكت بتاعي. لو بقيت فلات وستريت خلاص ما لهاش لازمه، ما تقدرش تحمل عليها اكتر من كده. ماشي. في حاجه مش واضحه؟ في حاجه في الكونستراكشن مش واضحه؟ كمساقط كبتاعك اي حاجه، يعني في حاجه مش واضحه فيها؟ الكمبر ده اللي هو الماكسيم ديفليكشن يعني؟ الايه؟ الكمبر ده اللي هو الماكسيم بالظبط، هو ده الماكسيم ديفليكشن، برافو عليك، صح. في حاجه هنا بالمناسبه شباب مهمه جدا جدا. خلي بالك ان الطول اللي هو من هنا لهنا، حتى دي، دي بيسموها يا شباب؟ بيسموها ان افكتيف لينس. ان افكتيف لينس يعني ايه؟ ان افكتيف يعني الطول ده يا شباب ملوش اي لازمه، يعني ما بيشيلش معاك اي حاجه. اللي هو ده كانك انت، كان دي الحيطه بتاعتك. بمعنى تاني يعني بص يا شباب، انت عندك سمبل سبورت بيم اهو، ادي مثلا حاجه زي كده، وانت ماسك دول كده، الحته دي انت مفكسدها، مفكسدها خالص. فكان اللينس بتاعك من هنا لهنا، واضح؟ لان دي المنطقه دي ايه؟ كانها هي السبورت اللي انت بتطلع منها. فهنا دول ماسكهم مع بعض، اللي هي ال ال سمول دي، ال سمول موجوده، فانت كانك بتقيس من هنا. او الطول بتاعك عباره عن ايه؟ ال واحد، ده 2 ال واحد، المفروض 2 ال، مش هو سامع 2 ال هناك؟ 2 ال، خلاص مش ال، هي كلها ال واحد، ولكن هنا بسميها ايه؟ 2 ال. فالمنطقه المفروض لو انت عايز تقول الافكتيف ده، تطرح منه ايه؟ السمول بتاعتك دي. هشوف بعد كده الكلام ده. ماشي، يبقى احنا كده عرفنا يا شباب ازاي اجيب الاستريسز على اللايرز دي، سواء فول سواء جراديويتد. دي اول حاجه اتعلمناها النهارده. تاني حاجه اتعلمنا مع بعض ازاي اجيب الماكسيموم ديفليكشن بتاعي. ثالث حاجه اتعلمناها ايه السبب، ايه السبب اللي واخد الشكل المثلث ده،
ليه اتعامل بالطريقه دي عشان كل موضوع ايه توزيع الاجهاد عليه. رابع حاجه بقى اتعلمها النهارده ان شاء الله الطول. الطول بتاع كل ليرز من ليرز دي ده طوله كام؟ اللي بعديها لو جرادويت كام وطول كام تبقى اجيبهم ازاي دول؟ ده طبعا حاجه تصميميه مهمه، يبقى انا عارف اول لير طولها كام، ثانيه كام، ثالثه كام وهكذا. الطريقه اللي هقول لك انت عندك اسمها 2 ل 1 مفيش مشكله. 2 ل 1 هو اللينس اوف سبان او الاوفرول لينس، سماها ال 1 مش مشكله. السمول اللي قلنا عليها شويه اللي هي ايه؟ اللي هي دي. اللي هي دي الصغيره دي. سماها هنا شباب الويدث اوف باند اور الديستانس بتوين سنترز اوف يو بولز. اتس ان افكتيف لينس. ملوش اي لازمه تقول ده بقى. ان افكتيف لينس اللي هو ايه؟ بتقول ده شباب. طيب ان اف النمبر اوف فول لينس ليفز. النمبر اوف فول لينس الطول الكامل بتاع الليفز بتاعنا. والانرجي نمبر اوف جراديويتد ليفز اللي هو الدراجه معايا. والان التوتال نمبر ده زائد ده. ده زائد ده التوتال نمبر بتاع الليفز بتاعنا دي. طيب بص هنا بقى الاثنين ال هنا عامل دي حلوه جدا. 2 ال قال لك بيساوي كام؟ 2 ال 1 ناقص مين؟ ال سمول. يعني دي كلها دي كده شباب سماها ايه؟ 2 ال 1. لما انت تحملها دي هديك 2 ال وهم دول اللي انت بتستخدمهم في الحسابات بتاعتك. طب احنا عرفنا كده هو ليه سماها ال 1 عشان لما تيجي تعوض في القوانين بتاعتك تستخدم ال عادي زي ما انت شغال. امال ايه دول؟ قال لك 2 ال 1 ناقص ال في حاله ويل باند ديوز. باند يعني انت مثلا زي اللي هو ايه؟ لازقهم في بعض او مسكهم بطريقه ثانيه، لكن لو استخدمت اليو بولت يو بولت قال لك لا 2 على 3 من ال يعني كان عايز يقول لك ايه؟ ان اليو بولتس دول او اليو شيب اللي انت استخدمتهم دول هم مقصرين من هنا من هنا مثلا من هنا لهنا. قال لك المنطقه اللي ما بينهم مش كلها بتبقى ان افكتيف. هياخد تلت نص من هنا ونص من هنا. فاهمين قصدي؟ ده اللي هو عايز يقوله لك. عايز يقول لك ان التلت ده اهو بدل ان هتبقى كام؟ 2 على 3 ان. ده لو اتنين بس يا دكتور. طب لو زادوا مثلا لو اتنين واتنين لا بتستخدم اتنين بس واحده منهم على حسب مثلا لو دي لا أطول. ده اسنان بس ما تعملش حاجه. اهم حاجه اللي هم دول جنب السنتر بولت ده بس. تمام يا شباب القانون ده مهم جدا. ده بقى اللي انا بجيب منه الطول بتاع كل ليف من الليفز دي. اول واحده هنا اللينس اوف سمولست ليف تساوي ايه؟ الافكتيف لينس على ان ناقص واحد زائد الان افكتيف لينس. كلهم كده يا شباب ركز معايا كلهم يعني ده على حسب عدد الليفز بتاعتك وليكن 10 وليكن 10 اصغر واحده تضرب في واحد الثانيه تضرب في اثنين الثالثه تضرب في ثلاثه الرابعه خمسه سته كده اخر واحده تضرب في تسعه. طب هم دول ايه؟ الليفز بتاعتك اللينس بتاع كل واحده من الحاجات دي. طيب لو انا بقى عايز اللينس اوف الماستر ليف او المين ليف اللينس بقى خلي بالك الراجل اللي بيعمل لك دي الراجل اللي بيعمل لك دي هي في الاول كانت ايه؟ كانت ستريت كده فهو لازم يدخل مين؟ يدخل الحته دي لازم يدخلها معاك في الاعتبار الاي دي تمام؟ يبقى لازم يجيب المحيط بتاعها يجيب المحيط بتاعها فراح هنا جاب عمل لك ايه؟ قال لك 2 ال 1 اللي هو طول من السنتر للسنتر 2 ال 1 بلس باي دي بلس دي يبقى ايه؟ اللي هو ده شباب خد المحيط بتاع مين؟ بتاع دي من هنا ومن هنا اللي هي دي ودي عشان يعرف الطول كله كام؟ الطول كله كام؟ عشان لما يجي يشكل الطول بتاعه ما يقصرش متخيلين متفاهمينها؟ فاهمينها يا شباب؟ دي يا شباب لما هو جه الراجل اللي شكلها هي في الاساس كانت دي مفروضه دي كانت مفروضه كده فلو انا عايز طول مثلا وليكن الطول ده اللي هو 50 سم فلازم يبقى عامل حساب الثانيه دي مثلا يبقى 55 او 60 في الاول عشان لما يجي يبني الطول الاساسي اللي انا عايزه ما يقلش عنه فهو قال لك ايه بزود الطول بتاع الماستر ودي ده اللي هو الانسايد اللي هو الانسايد دايمتر والتي اللي هو السكنس بتاعه لا بص
كتيرة للبين. هنا كل جنب. تعالى نشوفها مع بعض. ادي انت عايز المحيط صح؟ المحيط ده دي من هنا ودي من هنا. طيب المحيط بتاعها الدايره تساوي كام يا شباب؟ باي دي. باي ار او اللي هو ايه؟ باي دي. خلاص؟ راح يعمل ايه هو؟ يعمل ايه؟ راح واخد ادي المحيط بتاعك ادي الديس اللي هي من جوه دي، زود عليها السكنس ده يا هندسه. زود عليها السكنس بتاعك. لانه طب ما ضرب في اثنين بره. كان المفروض المفروض تيجي وتيجي، المفروض كان عملها اثنين تيجي. لو انت عايز بس هو بص يا هندسه في حاجه هو اشتغل على المين ممكن اشتغل على المين بس. ما هو دلوقتي انت عندك ايه؟ عندك من السنتر لسه. تعالى كده نشوفها مع بعض. هذه دايره هنا يا شباب. الدايره بتاعتك. وادي السكنس دي بتاعك. وادي الدايمتر دي. لو انا عايز المحيط بتاع ده اجيبه ازاي؟ بتجيب على مين؟ على مين ده يا باشمهندس؟ فكان هنا عندك ايه يا باشمهندس؟ نص تي وهنا كام؟ نص نص تي. اعتقد مع بعض كده. يبقى انت عندك دي زائد تي. دي زائد دي بتدي لك ايه؟ المين دايمتر. المين دايمتر. دي اللي ضربها في باي يبقى كده اديتك ايه؟ اديتك المحيط. طيب تاني حاجه بقى مهمه بالنسبه لنا، انا قلت لك الشغل ده كله بيتعامل بايه؟ بمكابس وعلى درافيل وكده. لازم الكيرف ده اعرفه كام؟ لازم اعرف الريدس بتاعه كام؟ فلازم اعرف الريدس والكيرفتشر بتاعه. انا عندي حلقتين دي الاصح او هو يعني بيشتغل بدي ان الواي او الار بتاعتك بتساوي ال1 على 2 في الواي. الواي هي ايه؟ ايه هي الواي دي؟ اللي هي دي الواي تمام؟ دي الواي بتاعتك ودي اللي هي كام يا شباب؟ 2 ال1. كانك عندك دايره وراح واخد ايه؟ اللي هو اسمه ايه الشورت ده؟ الوتر. خد وتر وجاب ايه؟ الحته اللي المفروض تعمل من القوانين اللي هي بتاعت الزوايا بتاعت الدوائر يعني. راح جاب مين؟ الراديوس اوف كيرفيتشر بتاعنا عشان يقدر يظبط عليها. كده اعتقد خلصنا. ناخد مساله تصميميه ونشوف هتحل ازاي. اتراكت سبرينج هاز 12 نمبرز اوف ليفز. معانا تراكت ربنا فيها 12 شريحه ليف من دول. تو اوف ويتش ار فول ليفز. يبقى الان بتاعتنا هنا اهي. يبقى الان يساوي 12 ان كابيتال ان اف ب 2. قال لك هنا بعد كده ايه؟ ار فول لينس ليفز. نقطة بدأ جملة جديدة. ذا سبرينج سبورتس ار سبورت يعني من هنا لهنا دول السبورتس بتوعي. قال لك الطول بكام؟ بمتر و5% بالمتر يعني تقريبا 105 ابارت اند ذا سنترال باند. سنترال باند از 85 ملم وايد اللي هي المنطقة دي. سنترال باند المنطقة اللي هي وخلي بالك قال لك ايه باند يعني ممسكين مع بعض ملزوقين مع بعض. ذا سنترال لود از تو بي 5.4 كيلو متر. ده السنترال لود اللي هو الحمل الكل اللي هو الاثنين دبليو بتاعك. اثنين دبليو 5.4. وبعد كده قال لك ايه وذا برنسبل ستريس 280 ميجا باسكال. السيجما بتاعتنا 280 ميجا باسكال. احسب السكنس والويدث اوف ذا ستيل سبرينج. حلوه الحته دي. طب عايز ايه هو دلوقتي؟ قول لي يا مصمم انت السكنس ده اخده كام؟ والعرض ده اخده كام؟ عشان اقدر اشيل لك الويدث ده. وادالك الخصائص بتاعت الماتيريال اللي انت هتستخدمها. طب احنا كمصممين انا اللي مطلوب مني ان انا اعرف السكنس كام والعرض كام عشان يقدر يشيل الحمل اللي موجود. ذا ريشي خلي بالك من الحته دي. ذا ريشيو اوف ذا توتال ديبس توتال ديبس تو ذا ويدز اوف ذا سبرينج از 3. التوتال ديبس يا شباب اللي هو ده كده اسمه توتال ديبس. على مين؟ تو ذا ويدز اوف ذا سبرينج على العرض ده. يبقى ده على ده. قال لك النسبه ما بينهم كام؟ 3. تمام. قال لي ان في دي على بي تساوي 3. وبعد كده قال
وبعد كده also determine the deflection of the spring. بعد ما تصمم وتجيب التي وتجيب البي قول لي الديفليكشن كام بالاحمال الموجوده دي. يعني انا قبل ما الموضوع ده يركب في العربيه التراك بتاعتي دي ابقى عارف هيحصل ديفليكشن قد ايه لما احمل العربيه دي بناء لترامل او زلط او حديد او اسمنت او 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 ابقى عارف انها هتحمل بمسافه قد ايه. تمام. والراجل هنا بقول لك ايه؟ ادي اول حاجه بقولها لنا يبقى ان في على بي يساوي 3. يعني البي هتساوي كام؟ ان في على 3 يعني 4 تي. دي كده اول حاجه عندنا. البي فانكشن لمين يا شباب؟ في التي. جابهم لك كده مع بعض. وبعد كده جاب ايه؟ الاثنين ال دي اللي انا بصمم عليها يا شباب. هتساوي كام؟ 2 اللي 1 ناقص البان. ال ليه هنا ما خدهاش 2 على 3؟ عشان بان. لو قال لك يو بولتس يبقى هتستخدم ايه؟ كنت هتعمل ايه هنا في 2 على 3؟ انا فكرت بيها معلش هنا ايوه هم دول بصوا الشمس دي الاثنين ال كان بيساوي كام؟ 2 اللي 1 ناقص ال سمول او ناقص 2 على 3 ال سمول. امتى دي وامتى دي؟ دي لو انت عندك بان و2 على 3 ال لما يكون عندك يو بولتس. فهو هنا في المسألة قال له بان عشان كده ايه؟ استخدم دي طلع ب 965 يبقى اللينس بتاعي اللي انا هستخدمه في القوانين 482 ونص. هستخدم بقى القوانين بتاعته. طبعا هو عنده ال ان جي هو اداله ال ان اف ب 2 يبقى ال ان جي ب 10 ما هم كلهم 12 دول الاثنين والباقيين ب 10 كده عنده دي وعنده دي. وراح بيستخدم مين يا باشمهندس؟ القانون ده فاكرينه؟ بتاع ايه ده؟ بتاع سيجما اف كان 18 والتاني كان كام؟ سيجما جي 12 لازم ما بينهم واحد واحد يعني ثلاثه اثنين. ما دي كده يا شباب حلها طبعا لو عنده الاستريس هو مديه له ب 280 عوض في العلاقه دي طلع بكام؟ بالرقم اللي انت شايفه قدامك يبقى دي تكعيب يعني حل المعادله دي طلع بكام تقريبا؟ ب 10 ملي يمين. يبقى البي راح راجع دي راجع دي البي هنا بكام؟ ب 4 تي ب 4 تي. يبقى هنا جاب ايه؟ جاب البي بتاعته ب 40. المفروض هو كده صمم خلاص جاب السكنس بكام؟ ب 10 وجاب الويتس بكام؟ ب 40 او 4 سم. هو 4 سم دي قليله قوي يعني 10 10 بالنسبه لاربعه قليله قوي يعني واحد لاربعه مش مريح. بس احنا ملزمين بمين؟ ملزمين بالنسبه اللي هو قالها لي دي هي اللي جابت لها باشا دي. هو قال لك انا عايز الدبس ده بالنسبه للعرض يساوي كام؟ يساوي 3. فهو ده اللي خلاني في الاخر اوصل للعلاقه دي ان البي تساوي 4 تي يعني 1 الى 4 بي على تي يساوي 4. تمام يا شباب؟ بعد كده هو طلب اصلا منك الديفليكشن برضه نفس العلاقه اللي فيها ايه؟ ان جي وان اف 3 و2 سهله يعني ان شاء الله ما فيهاش حاجه وكان 12. يبقى خلي بالك عشان نحفظهم مع بعض احنا هنركز ان شاء الله هديك العلاقات دي بس عشان تبقى ايه؟ على الاقل ما تتخبطش. السيجما اف سيجما اف فيها 18 فيها 18 والسيجما جي كام الرقم اللي هنا ده؟ 12 هي والدلتا فيهم 12. ماشي يا شباب؟ الرقم 12 ده مكرر فسيجما جي ودلتا ايه؟ الدلتا بتاعت البي بتاعتك. طلع هنا بكام؟ 16.7 من 10. بالنسبه انا بجيب الاستريس مثلا اللي هو بتاع الفل انا بجيب الاستريس واحد ولا بجيب الاستريس مع بعض؟ والله انا عايز السكنس بس كتير. فانت ممكن تحسب كلامك حلو قوي برافو عليك. زميلكم بيسال طب انا معايا قانونين وممكن القانونين هيجيبوا لي التي. المفروض ان انت تحل مرتين والاكبر هو الايه؟ اللي انت تشتغل عليه. بس هو هنا اشتغل على مين؟ على الاستريس الاكبر. الاستريس الاكبر والتي موجوده في المقام وطلع تي. المفروض ان انت تشغلها تاني على مين؟ على سيجما جي بتاعتك وتطلع دي ثانيه وتاخد الاكبر. طب في حاجه يا جماعه المثال ده؟ اعتقد بسيط يعني ان شاء الله. تعالى شوف المثال الثاني ده. بقول لك سيمي اليبتيكال لامينيتد بيك الاسبرين كوكاري الوت كذا. سيمي اليبتيكال يعني ايه؟ نص اكيد سيمي يعني نصف اليبتيكال قطع ايه؟ بيضاوي او شكل بيضاوي. ما ده يعتبر كده يا شباب.
ده لو انت كملته او عملت منه ميرور هيطلع شبه البيضة. وسيمي يعني نص. خلاص؟ نص بالتالي. المهم قال لك اللود بتاعنا بكام؟ هو 6000 نيوتن على كام كيلو جرام؟ تصرف على كام؟ 10 600 كيلو جرام. ده على واحدة بس. 600 كيلو جرام في 4 يعني 2000 يعني كام طن؟ تقريبا 2.5 طن يعني تقريبا عربية ربع نقل. ربع نقل. عربية ربع نقل هي اللي ايه؟ فرج هنا قال لك ايه؟ S2 consists of 7 leaves. حتى لو الرقم اللي يعني 7 ده تقريبا رقم معقول في العربيات اللي هي ربع نقل. 65 ملم واي، العرض بتاعنا ده 65. 2 of the leaves extended. Extending ده فوليو. هنا عندك ان اف بكام؟ ب 2. يبقى ال ان جي 5. ان جي 5. لو جربنا كلهم بكام؟ ب 7. The spring is to be 1.1 meter in length and attached to the axle by 2 U bolts 80 millimeter above. يبقى ال بتاعتي تساوي كام؟ ال ناقص 2 على 3 واحد 1 من 10 ناقص كام؟ 2 على 3 80 3 من 80 2 على 3 من 80 ده هيدي لك ايه؟ 2 ال بعد كده تقسمه على كام؟ على 2 تاني عشان تجيب ال بتاعتك. The bolts hold the central portion of the spring so rigidly that they may be considered equivalent to a band having a width equal to the distance between the bolts. بنلعب بالألفاظ. معلش من هنا ما ينفعش تستخدم 2 على 3 ليه؟ قال لك ان اليو شيب اللي انت استخدمتهم فيري ريجيد لدرجه ان المسافه ما بين اليو دول ماسكه لك المنطقه اللي ما بينهم دي بشكل قوي جدا لدرجه ان انا كانهم ملزمين مع بعض. فبعد كده كانوا بيقول لك ايه؟ يعتبرهم كانهم بارد. بعد كده ايه؟ او بس تكون تكون ديستانس بتوين ذا بوكس. اسيوم ديزاين ستريس فور سبرينج ماتيريال 350 ميجا باسكال. المطلوب السكنس اوف ليفز الديفليكشن الدايمتر اوف اي اللينس اوف ليفز اللينس اوف ليفز دي جديده علينا او يعني ما اتدربناش عليها لسه. واخيرا عايز ايه؟ الرينجس اوف ويتش ليف شود بي انيشيالي بنت انيشيالي بنت. يعني انت لما تيجي تصلحها قول لي بقى ده قدره كام؟ ده الحل بتاعنا اهو شباب. اول حاجه تبدا بيها لان يبقى 2 ل 1 ناقص لان. شوف هنا خدها كام؟ قال لك يو بولز. ولكن لما جه عوض هنا استخدم القانون بتاع الباند عشان السطر الزياده اللي هو كتبه ان اليو بولز عملوا لك فيك كانه باند. يبقى الليل بتاعته 510 وجاب الليل بعد كده وبعد كده عوض في القانون بتاع الستريس بتاع الستريس بتاعه طلع منه فيه تكون ب 9 السكنس بتاعنا 9 ملم 9 ملم. بعد كده الديفليكشن نفس القانون زي اللي فاتت بالظبط مفيهاش اختراع. طلع هنا ايه؟ الديفليكشن. طبعا هنا ما كانش مديله الاي ما كانش مديله الاي في المسار فقال لك ايه؟ تيكينج اي تساوي كذا كذا. وده مش ناقص لما تيجي تحل اي مساله تصميميه او اي ماده فيها ان انت بتحتاج ان انت تحط بروبرتيز عندك ممكن ما تكونش موجوده في الامتحان اعمل كده. يعني بتعمل كده مثلا تقول تيكينج كذا او اسيوم ان الاي تساوي كذا وتبروزها كده بس عشان ايه؟ اعرف اتابع حلولك كويس. ماشي كده ده الجزء الاولاني. نيجي بقى للاي بولت. الاي بولت اللي هو ده او القطر ده. ده يا شباب عشان نصممه احنا خدناه السنه اللي فاتت في ديزاين واحد الترم الاولاني في الليفر. فاكرين الليفر؟ رساله الليفر اول بروش اللي انتوا خدتوه؟ افتكروا. تمام؟ فكل ما نصمم البن ده على ثلاث حاجات ايه هما؟ بندنج والشير وايه تاني؟ كونتاكت بريش او البيرنج بريش بيرنج دول ثلاث حاجات. خلاص؟ وطلع 3 دايمتر وياخد الارض. هو عمله قدامك يعني. اول جزء هو هنا اداله البيرنج بريشر في 8 نيوتن. هنا اشتغل على البيرنج بريشر. طب البيرنج بريشر بيساوي ايه؟ ايه القانون بتاعه؟ خلي بالك هو لما يجي يقول لك قول لي القطر بتاع دي كام؟ مش كانه بيقول لك هات لي القطر بتاع البن؟ صح؟ اذا لو انا كاني بصمم البن يا شباب
الدايمتر بتاع البن اللي انا هجيبه هو هو نفس قطر الفتحه دي. عشان كده هو تصميمه ده بيعتمد ايجاد الدايمتر بتاع البن. فالبن اللي موجود هنا ده البن اللي موجود هنا ده عشان نصممه هنصممه على ثلاث حاجات. اول حاجه عندنا البيرنج بريشر. البيرنج بريشر بتاعنا يساوي ايه؟ الفورس على البروجكت الاريا. ايه هي البروجكت الاريا؟ مساحه اللينس. الدايمتر في اللينس دي في ال. يبقى البيرنج بريشر هيساوي دبليو على كام؟ دي ال. البيرنج بريشر بيساوي دبليو على الدي في ال. هو قانون العمل بس هنا عامل ايه؟ يبقى البيرنج بريشر في الدي في ال اهو هيساوي مين؟ هيساوي الوقت. عملها على طول يعني. طلع دايمتر من هنا 6 ملم. بعد كده هيخش على مين يا شباب؟ على البندنج. وعشان البندنج يبقى لازم يعرف المسافه دي كام؟ لازم يعرف المسافه دي. فهو هياخدها بكام؟ ب اللي هي يعني ده العرض، ده العرض بتاع ايه يا شباب؟ مركز معايا، ده العرض بتاع مين؟ هو الراجل بيقول لك ادي عرض البي اللي انت جبته، ده العرض. ولكن البن اللي بيبقى راكب هنا ده هل طوله نفس الطول بتاع البريت دي ولا بيكون اكبر شويه؟ اكبر شويه. فرض ان في خلوص من هنا ومن هنا مقداره 2 ملم يبقى 2 في 2 2 يمين و2 شمال يبقى الطول بتاعي بتاع البن من فوق عباره عن كام؟ 69 ملم هو ال2. وبعدين هيجي بقى يصمم على اساس البنتنج يبقى ام او سيجما على طول ام في واي على اي هو بيحب يكتبها ام على زد براحتك. خلاص الكلام ده كله مش جديد عليكم. طلع الدايمتر هنا بكام؟ 20 ملي متر. يبقى المره اللي فاتت البيرنج بريشر كان طلع كام؟ 6. لما عمل بالبندنج طلع بكام؟ 20. بعد كده بيحسب على اساس ايه يا شباب؟ على اساس الشير. على اساس الشير ستريس. هنا دايركت شير ستريس بس دبل دبل شير. طلع عمل 2 هنا. 2 باي على 4 دي الاريا. 2 في الاريا ضربها في التاب. او بمعنى صح تاو هتساوي ايه؟ الفورس على 2 الاريا. تاو بتساوي الفورس على 2 الاريا. يبقى تاو في 2 الاريا تساوي مين؟ تساوي الفورس. ضرب مقص. وادي الفورس وادي 2 الاريا تاو. طبعا هو عامل هنا خلي بالك من الحته دي. عامل هنا احنا كنا قبل كده باخد التاو دي تساوي كام؟ نص كنا بناخدها نص السيجما. نص السيجما واجيب الدايمتر. هنا لا، قال لك انا هاخد الدايمتر اللي انا طلعته من البنتنج، اطلع التاو. التاو طلعت هنا بكام؟ ب 4 وكذا. وش از سيف؟ يعني ايه سيف؟ 4 77 بالنسبه لي سيجما كام هنا؟ 80 يعني رقم لو انت بتعمل يعني حلم قريتنا؟ حلم قريتنا. التاو هنا لو انا هاخدها تبقى كام؟ التاو 40 40 عوض هنا بال 40 بال 40 وشوف الدايمتر بتاعك بكام على طول. هتلاقي ان ال 20 دي هي ايه؟ اكبر حاجه معاك. يبقى الدايمتر بتاعنا هنا بتاع البن هيبقى كام؟ 20 او الفتحه بتاعت الليف دي هتبقى 20 ملم. نيجي بعد كده لموضوع اللينسز. اللينس ده وده 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 قولوا كام؟ الاقوال بتاعتهم كام؟ بنبدا باقصر واحده عندنا اللينس اوف سمولست ليف. خلي بالك من الافكتيف لينس اللي هو كام الافكتيف لينس اللي هو ال ال 2 ال خلي بالك نرجع هنا خطوه ده يا شباب هنا كام ده كده اسمه الافكتيف لينس اللي هو كام 2 ال 1 ناقص ال ال اللي هي الديد لينس ده او ال الافكتيف لينس ده تطرحه منه فاهمين؟ اللي هو ده يا شباب لا بطرح الحته دي قانون هنعوض فيه ده ثابت احنا هنغير معاه وده ثابت بس كل اللي هيحصل ان كل لير واللي بعديها بتضرب في ايه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه واحد هنا طرف واحد ما بتتعبش طرف اثنين طرف ثلاثه طرف اربعه طرف خمسه طرف سته ونفس الارقام نفس الارقام ونفس الان افكتيف لينس اهو 80 هتبقى سهله ان شاء الله مفيش غير ده بس الايه؟ تضرب هنا على حسب ايه؟ عدد اللايرز بتاعتك عددنا كام كلهم؟ سبعة طبعا في واحدة اللي هو الطول الكلي ودول اللي هم ايه؟ اللي هم لحد رقم ستة
لحد رقم 9 لحد 1800 وده كده اللي هو ايه؟ السوينكس بتاعتك او اخر واحده او وي نو ذا لينس اوف ذا ماستر ليف الماستر ليف يا شباب اللي دي اخر واحده بقى دي هي رقم 7 اللي هو اللينس اللي عامله هنا ده جاب شغل 6 بس اخر واحده 7 دي هيزود عليها كام يا شباب زي ما قلنا اللي هو ايه؟ الحته دي عشان دول هيشكلهم على ايده او على الادوات بتاعته يدوي عشان يشكلها الراجل هنا يبقى باي في دي زي ال 2 مضروب يعني طبعا احنا خدناها تبقى 1600 زي باي في كذا كذا طلع ب 2 اعتقد كده انا مش فاهم ده ريلز كربتشر اللي هو جيبه ادي العلاقه بتاعتنا يا شباب 2 ارض الارض اللي انا عايزها وال 30 اللي هي ايه؟ اللي هو الدبس ده اللي انا قلت لك اللي هو المسافه دي المسافه دي كام؟ المسافه دي كام عندنا؟ هو واخدها 30 مللي ناقص 30 عوض طلع الارض كام؟ ب 5056 ونص كانت ايه؟ 2 ار زائد 2 ار زائد تعالى نرجع لها ضبطنا معاك لازم تركز معايا في المحاضره صدق والله زائد فعلا سقف اللي بدري برافو عليك يا هندسه صح الراجل بيعدل على البرجة يا عم هي فعلا زائد خلاص فالمهم ده القانون اللي احنا بنستخدمه يا شباب ده القانون اللي احنا بنستخدمه غيروها واحسب قيمه الار حاول ماشي بس تمام شباب طلع الار داخل تو سلايد بس اللي عايز اقول لك ايه الستاندرد سايز اوتوموبيل سسبنشن سبرينجز تعال بقول لك بس بعض الحاجات كده اللي بيستخدموها ان هنا الويتس اوف ليفز على حسب الويتس اوف ليفز هو ده الويتس اوف ليفز انا بستخدم السنترال بولت ده بيكون كام؟ لحد 65 بستخدم من 8 ل 10 ملم اكتر من كده بستخدم من 12 او 16 اللي هو السنترال بولت اللي موجود في المدرسه. الدايمتر اوف هيد المليمتر اللي هو الهيد بتاع المسمار من 12 ل 15 ده الحاجات اللي هو ايه؟ بتاعت السنترال بولت. هنا بقى الويتس بتاعتك النومينال ستاندرد ويتس 30 40 45 50 55 60 يعني دي الحاجات الستاندرد للعرض بتاعك. وبقول لك ان الحاجات اللي عليها نجمه حمراء دي البريفير المفضله. لو انت مصر انت ايه؟ يمي. اما السكنس سكنس فدي برضه الستاندرد. دي اللي انا بختار منها. ده اللي انا بختار منه الستاندرد. يعني لو طلع مع حضرتك مثلا 8 ونص يفضل تخليها 9 لو طلع 9 وشويه تخليها 10 وهكذا يعني بس لو طلع مثلا 13 او 12 وكسور يفضل تخليها كام؟ 14 بس مش هتلاقي اكتر من 14 14 كتير قوي اصلا الاي بولت ده برضه دي الاقطار بتاعتك 19 20 مش عارف ايه وهكذا دي بقى الماتيريالز المستخدمه لصناعه هذا جزء من السسبنشن اشهر الماتيريالز والخصائص بتاعتها ده الماتيريال والستاندرد بتاعها فوق اسمه دول ده هاردن اند تمبر بيقولهم ايه؟ بيسخنهم وبعد كده ايه؟ بيعملوا لهم تقصيه بيعملوا لها تقصيه يعني ايه تقصيه؟ ان انا اسخن على درجه حراره وبعد كده اعمل تبريد مفاجئ وبعد كده من تمبر يعملوا تسخين في الفرن ويسيبوا عند درجه حراره اقل بالظبط كده يعني مثلا 400 500 وبيسخن لمده ساعه ويسيبه يبرد كده ايه سلولي ده كده المقصود بكلمه تمبر عشان يعمل ستريس ريليفز يفرغ الاجهادات اللي تكونت من التمبر وهنا بقول لك مين الستريسز اللي بيكون معاها والهاردنس اللي احنا بنحصل عليها طبعا انا بقول لك بقى على حسب نوع العربيات يعني مثلا لو انت عندك اوتوموبيلز طبعا انا عشان ده كتاب هندي فهو الانديان ستاندرز هو انا مش الايجيبشن ستاندرد في افضل تمام يا شباب وهكذا دي كلها حاجات ايه؟ حاجات شكرا لكم